أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيضا مثل النعمة مزرفت ذي النعمة ثم قرات سيدي نعم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى غفي عفديس يقرد قواليس أنا من اجعل له عينين إلى دوسك يا غرس نتولى ما ذي زر ذين خف لك وغفي عبد أذي زر ذا شم ساعة ذا زاي النعمة تنظريب قمشان ليه أتخزر دشات ويل أتولي بكل شرط طيام كل شباب كان اللي تيد أتولي الدنيا مرسي كميس النعمة تنظريب ذي النعمة ثم قرات إدفكسي لرب الخالق سبحانه وتعالى ما يعفيس تسيح ويجي الحمد للشكر إيه ولكن سيدي فكان أخطر ذن تسكن إذا تسكن ماشي دلال دي حليل عبد سفوزيس يقال سيدي ربي قويس وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون إن ذكر كوني يتنعم من مرة أكوى صغور سيدي ربي إذ يروح إلى قد تعقل أزاليس أقفل هذا كوني في هذه الحياة أيضا مثلا ثقيت كان إلى عبد أبي زرع لقواش هو يقال السخر مضى النعمة يجيني تنظريث خطر ديوث النعمة لم كل دقيقة بكل ثانية تسخ غمض لقمارة تكرر حشو ماذا قلت تصد إلى قد صد بقش ونجي تسخ غمض أهل طعام ذي طعام سيدي ربي إن ذي المعصية ينس كان سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكد تنظريث يفكد لن باش أتزرع أتشوف حضرت سيدي ربي لقويني دي خيق أصغر ذي القاعة ذي حال الجني ذي الطبيعة ذي المخلوقات يسمرها أو أتأمل أشياء أتظن القدرة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أتقرا القرآن الكريم أتفهم المصحف من القرآن أتظن أوايز أتظن ذا شو ما الذي قال ذا شو ما في دين سمر ذا شو ما في دين هو وأتظن وأتظن العلم إذا نفعا أي مثلا وأتظن أتسين بدري الصحف أغلى أغلى مثقال حب سيدي ربي أغلى مساجد المواضع أغلى مثقال إيجارد المغرب أين كلف عندي الدنيا كلف عندي يا خاط كم يثمثل ولن ثم صريف يثمثل ذلن أتشوت ذي الخوف سيدي ربي ذي الخشية سيدي ربي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم ظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يسمع عني غريلين دي ثيرين دو ثيرين سيدي ربينا سمعت فكثيرين الجزمين أريتون ودي الخوف من سيدي ربينا ونتسوي حد شوى شوى ذي دي زران كمية مثلا من أعظم حسنات العين ما لتسوى أفوذ من سيدي ربينا سوى ذي الخوف من سيدي ربينا لو كان ذي زر العبد أمخي أمكي تتصور كذا الثيطان بن آدم أمكي تيدي خيق سيدي ربينا شكلا تزدخيس التركيب المعقد إيش تستخدم في طلب الندم وتي تستخدم هذا وين ندير أتي تستخدم كان وين فريا وفلاس وينك نستيدي في كنكني وذا في أحمد وذا في شكر خطر مثلا مري أحمد سيدي ربي يعبد وذا شكر في النعم ينس أستشذو ولكن ماذا قال هذا الإنسان إطغى ذا شو في قوني حشدك سنة نستيكس كان مثلا يقاد قويس عزيزا سورة إبراهيم يقال سيدي ربي قويس وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إذن ملك الله حمد سيدي ربي تشكرمت في النعمة ينس أذا وندي زقذ أذا وندي سدوم إلي وندي فكا وذا وندي يرنون ولكن ملك الله كفر إذن العذاب ينس يعار أفيدين في غدي تصبر بلي أذن حمد أذا تنشكر غف النعمة إلي غدي فكا أكن ذا تشدو وكن ذا غدي زقف خزر كم كالذي قال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إقاد قوليس هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إلا دي فكرة ذي النعمة يكين ذي النعمة قد يدرك ذي السمع تنظرك ذو البنادم يسعى الزدخل باش تحمد اتحمد سيدي ربي ماذا تشكر يعني ولكن دل قليل يجي حمد سيدي ربي ماذا قليل تشكر خطر ما دير تشكر سيدي ربي في النعمه يس اتعقيد بلي ما في دين تشيسي
أولا أسمى نذيس شقوليك، ثانيا واتسخضر النعمة من غوين إفريا الروف لك سيدي ربي شوال شتاكين إسالت فانا بلي الحمد لله سيدي ربي شكرا كما يتمثل يقال سيدي ربي كويس يعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. العمل سيدي تبان الشكر بنادم مريح مريح يحمد سيدي ربي شكرت غا في النعمة ينس كما يتمثل يقرد أحد العلماء إليك النعمة إذا شكرت قررت وإذا كفرت فرت ما لقلت حمدت سيدي ربي في النعمين هذاك تشي جوات استقر أتشقي من غرغورك ولكن ما لقلت كفرت دي النعمين حاشا دارولا ألا ثارول في الله كما يتمثل وإذا قال أنا تستخدم العبد ذي القوين أني هلا يتمثل يقدر العقية كاكيم خطر أنت شوالي بعض الناس وتقير لك خمسة الدين داخل خطر نسل داشي غا تستخدم لنا النسل حشان الهوى تنفسي تنسل حشان الشهوات تنفسي تنسل أتما قايل حشان الأفلام أتما قايل حشان المسلسلات حشان أتما قايل حشان أين كنيا اكتب عن الهوى من بنادم وأتما قايل نرى درس الدين وأتما قايل هذا الشيء تقار للعلماء وأتما قايل لنا باش هذه السينة باش هذا الفهم ولكن تبع عن الهوى نسل واستخدمت بعض الناس التجسس باش الخزر من ديك شوية وانا اللي دايك فوق اتنادينا في العيوب من دم انسي كان وانسي كشن وانسي كفر باش اتجذن الفضل انسن واتنادينا في العيوب انسان كان هذا الفضحا البعيد عن ربي نجي مولي وانشتاقهم ورجو زالا اللي حرام ولا تجسسوا اي خطر ولي صراني تصريت ربي ولي فضحا في بحيث ربي كان يجب مثلا إذن أتكفت سلسلة حين سيدة ربي أتخدم أينوني هارا أمي كنتاني في كيف ذي النعمة نسك تسخدمت الويلة ويلي صلاة عصر أنشتاقين أدن ديس وذي عايثة كان يجب مثلا زمالة ذي قيمة عبد وحدش ولا شوية ذي زران بركة هذ مدن ذي ثنية واد مدن أدن نستحي ولكن أدي قيم وحدس أدي خدم وين يوجي سيدة ربي هذا يسمى قال أين يوجي سيدة ربي وانشتاقي سيدة ربي صغار في الله سيدة قد يعقيم اللي سيدة ربي يتوالثي كان يتمثل إلى أنا أقول لك أبنى سيدة ربي يزر ويسل ويسل يقرد قبيس عزيزا قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى إذا قال سيدنا موسى سيدنا هارون إن سقل يدون سلغ وتوهيه كان يقرد الإمام القحطاني رحمه الله إنك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إنك ماذا قلت لها تقيم وحدك ذي القيام ولا شو كذي زرار مرة ما كل نفس نينك لكن تسمر شوي نهارا إنك إلى قد استرد الجواب أتسحيب بخجور سيدة ربي غرورك بلي نزر ركيد يشوي كيد واستنذ بلي وقد يخيق القيامة ليدي زرار كما يد مثلا إذن أنا وانظر بلي أزكى أن قيم الزات سيدي ربي من خالق سبحانه وتعالى وذا غدي يسقسيهم وذا غدي ينير غدي يستف جميع النعم يغدي في كذا شو يخدم يسد يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم ولاش يون ذينا ونصغي على الزات سيدي ربي أزكى وذا في دي يسقسي وذا سدي يهضر ولاش ترجمان جالس قبايا أزدي يهضر هكي الجواب راس الرض كان يد مثلا سيدي ربي مشبيع أركي دي صار يجي شوي كيد ويعلم يسير باش ما يخدمه الى اتعقيد باللي ما تبيض وحدك السند ولا شنو يدي زار ولكن سيدي ربي مستدار الحساب وتهو بدر وتوب بدر اتعقيد باللي كرا تخدم يروح خطا سيدي ربي صغار غفيا يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم لأعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بالحسنات امثال جبال تهام بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان رضي الله عنه وراوي الحديث قال جليهم لنا يا رسول الله قال إما إنهم إخوانكم من بني جدتكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أدي قال أن روحنا الأقوام ذي الأمين يوم القيامة أزال بذران تهمان الحسنات ولكن أدفن دي صوت سيدة ربيك الذي إنا ذي روح مرة أكو خلعا الصحابة الكرام مديو دار الشجر إن استوبان إذا أني ويجي يا رسول الله في جناح نيد شلون سيدة لجرسن إن إيش ويجي ذات مثلا نون
ذيك دامن نون إنيس تظلم لما كانت تظلم تظلم لما كانت تظلم وتسنفين دقيقة ما كانت تسنفين ولكن ما لقين واحد سن صوص انت لسان شيء ربي من خالق سبحانه وتعالى كما يتمثل. إذن أعقل أبنادهم بالليل الوقت الحوم الوقت ولا رحمنا ما تصل الحو خذا كان الساعة نغير بين غد شوية ما رجع عقارب الساعة ما ذن شوية يحون أما تصل يحون ما ذك في ما يحون ما ذك لا تغفر ذن يحون كل دقيقة يعدل شغلة إلى يوم القيامة كن يقر الحسن البصر رحمه الله إنك ما لي اليوم أدي ما ذك الصحة إنه والسنين بابيس السنين أنا يوم جديد وعليك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة إنس نكين دس أجديد وتشهد فلاك فارسي يوم في هذا روحه خطر ما روحه تشغيغر إلى يوم القيامة. إذن الوقت الوقت نحوه من كل يبسي قعدان إذ شو تقى نقصن دينا وإن نحوه غرسي يا ربي وكرا الأعمال نخدم مرانها تجلس الجنم ماذا العارفين أثناف ماذا ينظر أثناف غنجر بين جيموني جميعا يتمثل. إذن ذا شو غير يقيم العبد دوني إدروس رمش تعين إرلين واسا ماشي كيف كيف نقص شوات ذي عاب ماشا كنت الليضة عشرش واسنا يقيم في الليضة السا وان ذا تشدوث تشدوث شو غير يظهر سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى إياخ أن صفارة في الملذات دوني أن صفارة فين يتساوين الهوى العبد باش أفي يغوين ذي دوني لكن أبا يتسرجوا وين العايد يخاف غير تسل ربي يوم القيامة ذين ونتفكرة الدنيا تتفكرة مش تعين ذا تفك ولكن نخاف وتتفكرة ميك في كيون القمان يستمزوان ميك روح روح نينس يكشم غير مخاف ويتعود الذي يحبس دي هي الدنيا ديش الأخر ديش أولي تتفكرة لا عمريس دينا أولي تتفكرة أن ذاشو أم أميك أي مثلا دي خويا يا عبد ما دي مثلين غنشتام كان دي ما مرأي فينا ما في شوية كمية إن ساعدك دي الدنيا دي العمل من خلما كان دي الدنيا حاشا صرح ما ينسي سرانا عندي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وما كده شغل دي خدم أغدي خدم العمل النار ده شغل دي خدم أنا تخدم طاعة النار العبادة النار زيت وين غير تراجون دي يخاف صرح من سيدي ربي سبحانه وتعالى ذو غفراني نسكالي إسالنا عديم الكامة يتمثل ذي نام أدي عيش العبد النعيم المقيم أرنس فكرة المعاصي يتمثل ما يستخدم العبد النعمة يقين البصر التنظرين أتي يستخدم دي المعصية أدي عقل سيدي ربي سبحانه وتعالى أدي ذو الفبيش أنا عقلي كام كل معصية تدل له يعبد خطر يرى ما يتمثل الجزاء من جنس العمل خطر ويرمو سيد ربي سبحانه وتعالى قد يخزر ذي عبد يسيق مشابني سفل الناس دي دوني وذا سيكسلني نس دي يخاف دي يخاف يقض قبيس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إن دوني قو خرن ويتويت ويرى دي دوني إن دو أسر الثمعش سوعة دي دوني إن دو وسر دي يخاف الله قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أدتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أشبه أسين 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 ربي أشبه تسدر الله وذي الدنيا تسويغ أسين أي فكي غاكين الجوارحي فكي غاكين ذي النعمة تنظرف ولكن وذخذ زردار ذي القدراتين وذخذ زردار ذي المخلوقاتين وذخذ زردار ذي وحد ريث وحد شو ذيين وسكذك شو كما يتمثل إذن وإنك نعم إخوة جلالي صغف سيد ربي مدين دوني أهدي يحشر يوم القيامة يدرغي أنا أعطيه كما يتمثل المنى تنح وجه تذي يخاف أكثر وكل تنح وجه للدوني كما يتمثل وفافيسة دي عيش الشاقي والبعيد غنجر بين جل المؤمنين ذي الدوني كما يتمثل وانزار بالليم فأخذ مثلا البصرنا المنى أتشهدت في الله يوم القيامة أما كنيم أتشهدين الجوارح نمرة وتشهدت في لنا يوم القيامة غور كتجعل هذا وإنك خدمين ذي المعاصي أو إنك نفاني وذلك سيدي ربي أو إنك نيم إقعصان سيدي ربي بزالة زي لنا تجعل هذا من عبد الحساب ينس لا أثم النظر يقولوا لي من عالم أقل أقل عقيك إقال سيدي ربي قويس عزيزا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون إجعلين وإذا كنيم تخدمنا كنيم بقوين نديرهم بليم أذ من عندي الحساب لهم غلطان دي حساب نسان كما يتمثل يقاتل سيد ربي بواليس
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذا هو رصيد رب الخالق سبحانه وتعالى. أسي أتشهد فلس الجبار حيس أسي أنا رصيد ربي إذن كن كان هذه شهد كادين كان غفي مليون إذن أولا شو هذه شهد فليم أكثر بين الدين والتنين سيد رب الخالق سبحانه وتعالى أذن ذي حبس أسي أني تلغي الجبار حيس أهضر فد ام كل الجارحين لن تفيس أدهضر دي فاسنيس دي ضرنيس ذنيس دي نزونيس مرة كل جوارحيس أدهضر أسي نشاكني ديوين أدهضر نشاكني ديوين أتشاهدن في الليهم ولكن أتشاهدن في الليهم خرق وين خرمان خرق وين خزران خرق وين إسيان خرق وين قاعد المرة أكو أفي بدر أندر أثر الله الزاد الحق كما يتمثل إذا تقودي عاوه مادام الحل نفسي سيدوني إلى قد يغيق سيدي ربي قد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا بانتقال سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إن أهل درسي ربي وقل أقول مادام الحل نفسي يقول ماذا قلنا يقول ضد الأجل أنه نرح دين خلاص يفوت يقول أغارف مادام أكنفو ثلال الحال كما يتمثل إن كل إنسان أدي زيغة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أدي ثوف أدي توف توبة النصوح أدي أخر فينك من أكو إخدمك أدي يندم أندم نصح أدي يندم شكويز أدي مرة أكو إخدم وأدي عهد سيد ربي وسعى وذل أدي يغير وينك أربينك إخدمك كما يتمثل غسي سوى في يدي عبد البعيد وزربيج المؤمنين سوينوني هلا أمام كذي جميع الجوائع إنس كامل أدي فد الزاد سيد ربي غادي يصال وادي يدعو غا سيد ربي كل شيء فوسي سيقنا ادعو سيقول يصفان لغا سيد ربي أخري البريقي يوحيو أخري البريقي لخدمه أخري ذي الحريق يغيلي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم وناسي يدعو سيقويس أي أزديان الجوائع وقال ربكم ادعوني استجب لكم ذعو ذي ذنكينا ونين الرحم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ثبويا أن عمر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الثلث الأخير من الليل أمر بسيطة قيضا قالوني أغلفجر أدي كان العبد أدي كان العبد أدي الزال وأدي عمر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرب سيد ربي مطاس أدي دعو سيد ربي سبحانه وتعالى إذن إذن هادي إلى صراط المستقيم أرجع يا ربي دي المؤمنين يثمثل أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أرجع يا ربي بذلك حمدا سيد ربي شكرا في النعم يغدي في كان أذا اختش دوم وأذا اختش زقد أذي التفر إن شاء الله الجوارح النغيث مثل أتسخلم سيدة ربي ذي الطعين السغجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.